كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دايما جمهور النادي الاهلي في الموعد. النهارده منذ الساعات الاولى جمهور النادي الاهلي يتوافد على استاد القاهره الدولي لمسانده ومؤازره النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه والمباراه المهمه جدا في مشوار النادي الاهلي مواجهه فريق ماميلودي سان داونز. جماهير النادي الاهلي من كل المحافظات، يلا بينا نستطلع اراء جماهير النادي الاهلي. تعال الاول قول لي اسمك ايه؟ محمد. محمد عندك كام سنه؟ أربعة. اربع سنين؟ لا انت اكبر من اربع سنين. أربعة. قول لي بقى الاهلي يكسب كام النهارده؟ الاهلي يجيب كام جون النهارده؟ اربعه. اربعه. اربعه ان شاء الله. برحب بيك، قول لي انت جاي منين؟ جاي من المرج. من المرج. النهارده عايز تقول ايه للاعيبه النادي الاهلي؟ والله عايز اقول لهم شد حيلهم ويعوضوا لنا المستوى الوحش اللي ظهروا بيه الماتش الاولاني ويعوضونا شويه وان شاء الله نصعد باذن الله. توقعاتك لنتيجه المباراه النهارده ولاعب تتوقع ليه التالق النهارده؟ ان شاء الله 3-1 للاهلي ان شاء الله، والتوفيق لكل اللعيبه. مش عايزين واحد بس، عايزين كل اللعيبه تكون رجاله في الملعب النهارده. الرساله اللي انت الاول قول لي انت جاي منين؟ انا جاي من جنة. جاي من هنا؟ يا نهار ابيض، جاي واخد كام ساعه في الطريق؟ واخد 12 ساعه. 12 ساعه خارج من هنا الساعه كام؟ انا لسه واصل حاليا يعني. طيب عايز تقول ايه النهارده للعيبه النادي الاهلي؟ النهارده باذن الله النادي الاهلي باذن الله باذن الله هياخد البطوله ويخش الدوري. ان شاء الله ناخد البطوله ونلعب الدور النهائي ان شاء الله باذن الله. عايز تقول ايه للعيبه؟ ان شاء الله ربنا معاه، ان شاء الله ربنا معاه. عايز اروح لك واسالك، النهارده مباراه صعبه جدا، مباراه 90 دقيقه مختلفه، ايه اللي شايفه مختلف النهارده مع الجمهور النادي الاهلي؟ هو طبعا اكيد المباراه مش تبقى زي اللي فاتت، لا المره دي انت معاك جماهيرك، كل الناس مساندك، انت ما قدامكش حاجه غير انك تكسب، يعني انت نازل تكسب، يعني ما فيش جبن ولا في كل الكلام دوت، وننسى الماتش اللي فات، ولا احنا نازلين نكسب الماتش دوت. بس عايز اسالك انت، ايه النضاره الجميله دي؟ اسمك ايه؟ احمد. احمد، ايه النضاره الحلوه دي؟ مين اللي جاب النضاره دي؟ مين اللي جابها لك؟ بابا. بابا ماشي، قول لي بقى الاهلي هيكسب كام النهارده؟ 3-0. 3-0. لاعب تتوقع ليه التالق النهارده، او عايز تقول رساله للاعب ان شاء الله النهارده يكون كلمه سر في المباراه؟ ان شاء الله اتوقع رضا السليم يجيب جونين ان شاء الله، وده كفايه ان احنا ان شاء الله نصعد بيهم، مش محتاج اكتر من كده. جاي من الساعه كام وخارج من البيت امتى؟ انا خارج من البيت الساعه 2 الظهر. خارج من البيت الساعه 2 الظهر جاي عشان اتفرج على الماتش. تقول ايه للاعب الاهلي النهارده؟ ان شاء الله كلهم يبقوا رجاله باذن الله، وان شاء الله هنصعد ان شاء الله، ان شاء الله هنكسب 4-0 باذن الله. عايز اروح لك اسالك، النهارده ماتش صعب جدا مختلف عن الماتش اللي فات، عايز تقول ايه الرساله اللي نقولها للعيبه؟ خلاص ودقايق بتفصلنا قبل نهايه قبل انطلاق المباراه. ان شاء الله ربنا معاهم، يعني يكون ماتش، هو ماتش صعب جدا طبعا، الفرقه اللي قدامنا تكون مقفله جدا، هيلعبوا على الكونتر اتاك اكتر، لازم نكون متمركزين في خطوطنا، ما نفتحش في الاول الماتش، لازم نهاجم، يكون دفاع قوي وهجوم اقوى، وان شاء الله بعون الله يعني التوفيق يكون لعيبه الاهلي ان شاء الله. قول لي انت منين واخد كام ساعه قبل ما جيت الاستاد؟ انا من هرم، واخد بتاع ساعتين ثلاثه كده ولا حاجه. داخل الاستاد اعتقد ما خدتوش وقت، الدنيا سهله. لا تمام، اه الحمد لله في ده، انا مبسوط جدا بسبب التنظيم، ودي حاجه كويسه جدا ان احنا بسرعه جدا دخلنا، ودي يعني شيء كويس جدا يعني. كلمه ورساله لكل اللعيبه قبل جاي من انطلاق المباراه. اه باذن الله ربنا معاكم وربنا يوفقكم، واحنا وراكم كده كده.